مضبوط يا حمار، شوف كيف يقوم كمان لبلة. الحمد لله كما هذا عباية عباية العيد وصل في هالفرح اي شيء ببالكم هنا الشكل اللي رحت بيه ورجعت فيلم في ليلة العيد جينا السينما كرم اخذ ديو شهر حركات ما ادري ليش حسيت ولاد رزق احلى يعني قد دخلت كل اللي سامع الاسم هذا توقع انه في منه بارتات اوه مسوي هنا في موسم مريم يلا يلا احنا فيلم بندخل باد بويز شوفوا شوي الجديد شريته من متجر ليندا مره حلو يلا 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 بدا الفيلم بطيح بطيح اخو بطيح بالله كيف الفيلم؟ 10 من 10 وربي رهيب اول مره اخش فيلم ما نام فيه كيف الفيلم؟ والله حلو من كثر ما حلو خلصت شهرين تعال يلا قولي 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 رايك بالفيلم بسرعه قولي مره رايك. حلو ما عجبك يضحك حتى انت ضحكتي مره مره التنقو والتنقو باد باي ها مسوين يا اطفال اسمعي غمضت عينك غمضت عينك والله لا والله استغفر الله يعني والله انت كيف رايك يلا عشان نعرف انت بتخش والله مره ضحكني بس اني ما فهمت بس امشي ضحكت ما فهمت بس امشي ضحكت مالك كم تقيم الفيلم 10 من 10 يا اخي بروح كافي صح تو بدينا نشرب قهوه يلا قهوه لسه نروح بك 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 عادي نشرب قهوه ذا حلو من نصحى ورانا يوسف بكره صوت عيد والله احلى شيء انه قاعدين نسمع التكبيرات في كل مكان حرفيا احلى شيء واو زي كذا يعني مره بدري نرجع بعد خاص للسينما خير ان شاء الله خير اخر يوم رياض تقريبا يعني فجينا الواجهة أكيد تعرفوها حرفياً أول مرة أجي الرياض ما نروح الواجهة أول يوم لو جيت مع أهلي نجي كل يوم حرفياً وضعية المطرودين كل ما ندخل مكان يطردونا بنقفل بنقفل ما راح نروح ولا مكان فرحين خلاص حنخرج في الصباح الناس لما نشتروا لما نروح طب يعني عجب علموا هذا الدرس الحين جعنا خلاص رجعنا يلا المفتاح نسيناه عشان عمتنا ما شاء الله تفكر بشكل سليم في اشياء الصيدليه اشترينا اشياء سكين كير وسكربات دحين بنسوي اكتشفت اني اخذت سان سكرين باللون قاعدين راجعين اشترينا قاعد اشترينا اشياء بنحط سكراب جسم نحطه في الصاله اكيد تعرفوا هذا شيء مره كان نفسي اجربه من زمان فلقيته وتخيلوا انه بكره عيد وعناية فبنستخدم هذا المقشر سكراب بايش بالجريب فروت يعني تخيلوا الريحه مسحات اليوم حقت ايش اسمها والله ما ادري ايش اسمها المهم انه مسحات كويسه يعني الحبوب ذي الاشياء يلا على الحمام لا احلى في البال الحمام انا بروح سكراب في الحمام يعني تسكي عادي كلنا نروح الحمام شوفوا دبوكي دبوكي ولا دكوبوكي تسمحي لي اكل واحدة لقمة اكلت لقمة عليك لقمة ثانية؟ ايوه شرير بس طيب في نفس الوقت خلاص شكرا ما ابغى مساعدة نفسي لو قلتي لي لا كان اكلت من جد والله يقلي عم المكس الغريب دبوكي وماتشا هلابي المغص طبعا قاعدين نتجهز مرة ما في وقت اني انا اصور لكم وانا اتجهز حرفيا كم الساعة 3:30 واذن الفجر ايش اهل الرياض مرة يذعن عندكم بدري المهم خلاص بنتجهز في هالفرح ثوب الجديد حطيت هذا الجلو قلت كذا في الصباح دائما بنفطر كذا يعطي جلو للبشرة انا خلاص بسوي وجهي قاعد اتفلسف بزيادة شوف عباية العيد صوتي شعري لونه كستناي متى كنا عاملين السيارة والله نحن مراقبين المهم شوفوا عباية حقت العيد بكرة في الصباح بوريكم هي من البسها اليوم ما لما طلبتها مو هذا ايوه هي اللي بنت قالت لي اول ما تجي الرياض قولي لي بدي متحمس اوريكم هي على اساس اوصلها لمكه بس قلت خلاص دامني بالرياض قلت لها توصلها على الرياض اوكي جايز هذا عبايه العيد خلينا نفتح هذا الحين سوا شوفوا بنات انا كذا جاهزه خلاص لبسها كل الناس وصخت وانت ما هي غرفتنا
جايز رايحين صلاة العيد بدل ماما وبابا. يلا فزل تفضل. يلا يلا ما في مكان ما في مكان. العباية لو سمحتوا. وصلنا المسجد. يا ساتر استغفر الله يا رب. اللهم المسجد فخم. احنا نصلي في الشارع في مكة. كرم كرم كرم. يلا نروح مسجدنا احنا مسجد للبنات. جماعة تخيلوا احنا وحدين كذا كأننا رايحين زواج. الناس كلهم طبيعيين جدا الا شو خير خير بنات. ايش الغدرة هذه؟ الله الحمد لله كما امر واشكره ومن تأذن بالزيادة لمن شكر واشهد ان واحد جات يعطيني. والله والله كنت حبكي. عادي اخذ. يلا اخذ هذا الكرم. يلا اول حصيله لليوم. ناس وزعوا حلويات رفنت وزعنا المنازل. تقول لي قوم وزع على الناس. يلا تبغي؟ شكرا. وتشاركونهم الصحه والعافيه. قولي امين. قولي امين. امين. جماعة ما حد أعطاني إلا حلاوة واحدة. أبغى حلويات. إيش في؟ خاتمي. هب لي الخاتم. خلصنا صلاة سلامش. الحين بنروح خلاص أخرج وأكلمكم. أخذ النعال. النعال يا ولد النعال. يلا مرة حارة. يلا خلاص وافي. بشربها في المطعم وأحط ثلج. اقتصاد. خلصنا صلاة. ما معلش اي احد يصور انا ما اعرف بس انا يعني عاجبني شكلهم ما شاء الله مرة راح ابيع 20 ريال. خلاص الناس مرة ما شاء الله كشوخي. وجا بنات سلموا علي. هي بنت اخت سلمت علي ومدحتني ودخلت شكلي. صراحة لازم يبسموا بعض. موتي روحت فيها ثلج. الله اشتهيت مادلين. يا الله هذا ايش بكيف موقف لي كيف نص الشارع يعني شوف الدوج ما راح اشوف الدوج. حول ولا قوة الا بالله. وصلنا تميسة بنفطر هنا فول واشياء بركات بركات. يعني مو عشان مو في مكة ما نفطر فطور العيد الا الله في فعليات. جماعة بيها عمتي قفطت أم قفطت أم العافية. تخيلوا واحدة جات جرت عمتي كذا سوت لها جوجو كذا سابت قالت لا لا مو جوجو جوجو جوجو. تحسبها أنا يعني خيرا جاب لي أخذ الطلبات. تخيلوا هذه نظارة اللي من سوق طيبة 45 ريال. الحمد لله بلي قبلت عشير. يلا 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 نجرب.
أكثر شيء عجبني المقلقل باللحم مرة طعم. ما هو هذا إيش؟ كمية البريال في الصورة كان كبير. شيتوس خير إن شاء الله. والله وجه المقدور فيه كان كبير. رفوني تقول بتسوي لي زي لقطة مين؟ سحس. زي لقطة لحس سحس. يا ساتر يا ساتر يا الله فنان. إلا والله مرة طالع حلو. وين دحين أنا وقام أنا وكرم إيش قررنا نشتري؟ لا نزل ثوب اشتري هاف مليون سكوب. كريم تخيلوا هذه المقات كلها اشتريناها اول حلبناها حلب. ايش كيف الشيء؟ واحد لون كيك احمر. هذا الشكل اللي رحت بيه ورجعت فيه غلط. رجعنا الصراحه فين كني راجع من زواج. نصحى في العصر ان شاء الله نتغدى. خلصنا صلاة العيد يلا وقت خلص الزواج. يلا وقت الغيبوبة. استغفر الله استغفر الله من غير شر. يلا ننام دقيقة بس الإجراءات. لا أشوف أحد يطفي المكيف. صباح الخير من غيبوبة العيد. حرفيا نمنا 12 ساعة تقريبا الحين بننزل. أنا وسهايط عليهم قلت لهم أنا بذبح الذبيحة. خرجي يلا نذبح الذبيحة. هيا وريهم هيا وريهم. شوف الخروف هناك جماعة الغنم. يما ما غنمة. شوف الغنمة خلاص نزلوها دحين بيتم ذبحها. يا رب تحزن. احنا مبينين لا محمد بتموت بتموت يا حمار. شوف كيف يقوم كمان لبله. وايش هذا بنياته رابطين ايوه رابطين رجوله. حبه مسكين والله حبه مسكين. انت ترى مو ولدك والله لو تشوف اشكاله نعمل ورا الشاشه. هذول انا ما ابغاهم اشوفه ترى هذا وهو يندبح. انت في نونو هنا روح روح حبيبي روح برا. يا الله نصابين بابا يا مصاب. هيا بسرعة بدل ما جيت ما شاء الله ليش أربعة. خلوني أخرج أنا أذبح الحال. حرام إيش صورة جيك يقطع راسه. سكينة يا بنو. طيب دقيقة دقيقة بس شوف يما جاب السكينة جاب السكينة. بروح الغرفة. والله انصرعت والله دوء. شوف الخروف خلاص أكلناه قاعدين ناكله. أنت إيش حس نفسكم كذا؟ حرام بس حرام بس